اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل عدم تشغيل ديسكورد. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على ديسكورد خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن ديسكورد خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم ديسكورد. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط